مجموع التلاميذ الموسم الدراسي 22-23 11 مليون تلميذ، وسنتجاوز هذه العتبة في الدخول المدرسي المقبل، وقد بلغ عدد التلاميذ من فئة ذوي الهمم المدمجين كليا في أقسام عادية الموسم الدراسي 22-23 49,436 من الذين يعانون من طيف التوحد، وأطفال القمر وأطفال المصابين بتروجوميا 21 وذوي التحديات الذهنية البصرية السمعية والحركية. هذا ناهيك عن التلاميذ من فئة ذوي الهمم المدمجين في أقسام خاصة بالمؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية والتي يضمن تأطيرها موظفون تابعون لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والذين يتجاوز عددهم أي التلاميذ 11,000 تلميذ.